الآن إلى أحد المعتصمين وهو يتحدث عن واقع خريجي هندسة الكهرباء في ظل عدم وجود فرص للعمل وتفضيل العمالة الأجنبية على العراقية في الشركات العاملة بالعراق. احنا نريد حل هسه المطالب. احنا ما عندنا مطالب. اول شيء احنا ما عندنا مطالب، احنا عندنا حقوق. اذا اقول مطلب معناته انه انا جاي اترجي. انا عندي حق، انا صاحب حق، انا الدستور كفل لي حق التعيين والتمتع بثروات هاي هذا البلد. انا وين ثرواتي؟ انا اليوم شاب عمري 27 سنه، عندي ولد متزوج عنده 3 جهال عمره 32 سنه. هاي الناس شلون تعيش؟ هاي الناس كملت هندسه، تعرف يعني شنو هندسه؟ يعني صفوة الصفوة، يعني صفوة المجتمع. ناس تعبت تروح للشركات الأهلية زين البريطانية والأمريكية وغيرها، 80% عمالة أجنبية و 20% فقط عراقيين، وهذول ال 20% كلهم واسطة. زين أنت ما عندك واسطة، الفقير وين يروح؟ يتشرد يعني بالشارع؟ الفقير وين يروح؟ احنا اليوم صار لنا هسه 3 أيام وهذا اليوم الرابع مال الاعتصام. زين نزل لنا فقط من مكتب الوزير قال انتم شنو مطالبكم؟ اعطيناه المطلب قلنا له احنا التعيين. زين؟ راح وبعد ما رجع. ابد ولا اجى واحد شافنا. اليوم احنا صار لنا 4 أيام كل يوم يمر موكب الوزير ويشوفنا، وهسه قبل لا تجون بربع ساعة اجى وقف الموكب وقف يعني قام يطالع لنا الوزير وكذا، واحنا هنا موجودين بالشمس وحال الضيف حالنا هالشو. اليوم هسه الشباب هاي من الناصرية من البصرة من بغداد من ديالي، اليوم جونا ينضمونا من ديالي، اليوم راح يجون من الناصرية، اليوم المغرب باكر هم ولد جايين من الانبار من كافة المحافظات. الناس تعبت يا جماعة، لقونا حل، لقونا حل. يعني الوزارة، أنا بس أريد أفتهم، يعني الوزارة من تعين لك 30,000 عقد، تدري أنا بس ما أريد أقول لك أنا مشتغل وعندي خبرة وهذا، تدري أنت أغلب دول 30,000 العقود هم مو من اختصاص الكهرباء؟ كلهم تربيه وتربيه رياضيه وما اعرف شنو، هذا خريج اداب. زين ابن الاختصاص وين؟ ابن الاختصاص مو اولى انه يشتغل بوزارتي؟